السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناة Infinity Learn Academy، معكم محمود حنفي. واليوم هنبدأ مراجعة الصف التاسع، المراجعة النهائية لطلاب الصف التاسع مادة الرياضيات الفصل الدراسي الأول. ويلا بقى نحل اختبار كده عشان نشوف طريقة حل الاختبارات، وطبعا منتظر تعليقاتكم أسفل الفيديو لو في شيء مش واضح، وطبعا ما تنسوناش إن أنتوا تعملوا لايك للقناة، لايك للفيديو واشتراك في القناة واعمل شير مشاركة للفيديو عند كل اصحابك. وبسم الله نبدأ. السؤال الاول، ضع دائرة حول رمز الاجابة الصحيحة لكل مفردة من المفردات الاتية. ما الصورة العلمية للعدد 56 مليون؟ طبعا الصورة العلمية زي ما اتفقنا ان لازم يكون العدد أقل من العشرة وأكبر من أو يساوي الواحد، دي أول شيء. فبالتالي لازم أضع علامة بعد أول رقم هنا، أول رقم من جهة اليسار، مثلا أول رقم هنا كام؟ خمسة، يبقى نضع علامة هنا بعد الخمسة، يعني الإجابة تكون 5.6، وبكده الرقم ده اللي هو الخمسة أكبر من أو يساوي الواحد وأقل من العشرة، يبقى بنضع علامة بعد أول رقم من جهة اليسار. بعدين بنعد الأرقام اللي بعد العلامة اللي هي المنازل اللي اتحركت على العلامة، تمام؟ تعالى نعد 1 2 3 4 5 6 7، يبقى أنا هضرب في 10 أس 7، تمام؟ وطبعا الأس هنا بالموجب لأن احنا اتحركنا باتجاه اليمين، شايفين؟ اتحركنا باتجاه اليمين، فبالتالي الأس بيكون موجب. وخلي بالك انت لو ضربت 5.6 ضرب 10 أس 7 هيرجع لنفس العدد الأصلي اللي هو نحرك العلامة إلى اليمين 7 خطوات، فمحتاجين 6 أصفار، يعني يطلع الإجابة 56 مليون. يبقى إجابة السؤال الأول هتكون الإجابة باء. ولازم تنتبه إن في بعض الطلاب بيغلطوا وبيعدوا الأصفار بس، وطبعا الأصفار 6 فيختار الإجابة أ فبتكون إجابته خطأ. أو مثلا يكتب بالسالب أو يحط العلامة بعد رقمين، لا ركز، العلامة بتكون بعد أول رقم من جهة اليسار وبعدين بنعد الأرقام بعد العلامة، تمام؟ طب نفترض الرقم بالشكل ده 0.00000078، برضه هنحط الرقم العلامة بعد أول رقم من جهة اليسار، مين أول رقم؟ طب أول رقم غير الصفر، يعني الأصفار دي كلها مش عايزها، احط اول رقم اللي هو السبعة، لا احط علامة بعده، يبقى الاجابة تكون 7.8. ضرب ابدأ من العلامة الجديدة الى العلامة القديمة، شايفين؟ من العلامة الجديدة الى العلامة القديمة، يبقى 1 2 3 4 5 6، ولكن بالسالب يبقى سالب 6. ده مثال اخر عشان تبقوا عارفين الصورة العلمية بالطريقتين، تمام؟ طيب السؤال اللي بعده بيقول قرض قسطه الشهري 235 ريالا لمدة 3 سنوات، ما تكلفة هذا القرض بالريال؟ انتوا عارفين ان تكلفة القرض، اكتب لكم القانون، تكلفة القرض هي عبارة عن قسط الشهر قاف ضرب الزمن بالسنوات نون ضرب ده اللي هي الدفعات، تمام؟ طب القسط الشهري كام؟ 235 ضرب النون اللي هو الزمن، الزمن كام هنا؟ 3 سنوات، يبقى نكتب هنا 3، خلي بالك ممكن يكون 3 سنوات ونصف، يبقى نكتب 3.5، ويعني تركز على عدد السنوات كام، يعني 3 سنوات بس او 3 سنوات ونصف او الرقم اللي هو كام بالظبط. بعدين ضرب الدائرة الدفعات، الدفعات كام؟ 12، هتضربهم في بعض طبعا وبتكون الإجابة 8460. السؤال التالت، ما هو دائرة المقدار الجبري س تربيع زائد 7 س زائد 12 على س زائد 3؟ طبعا المجال اهم شيء عندنا المقام، ليه؟ لان المجال هو القاعدة المسموح بها، وبما ان دي دائرة كسرية فبالتالي المقام في قاعدة غير مسموح بها اللي هي لما يكون المقام يساوي صفر، تمام؟ فبالتالي س زائد 3
لو سويناها بالصفر هنودي التناوب الطرف التاني بعكس الإشارة، يعني السين بتساوي سالب تلاتة. السالب تلاتة دي قيمة غير مسموح بيها، فبالتالي بيكون المجال جميع الأعداد الحقيقية ح ما عدا السالب تلاتة، يبقى الإجابة هتكون ج. يبقى أنت لعلمك ما معنى كلمة مجال؟ معنى كلمة مجال هو القيم المسموح بها. طب إذا كانت الدالة كسرة فبالتالي المقام إذا كان صفرا فبالتالي هذه القيم غير مسموح بها، يعني نقدر نقول إن مجال الدالة الكسرية هو ح ما عدا أصفار المقام، يعني القيم التي تجعل المقام بصفر. وأسهل طريقة إن أنت تاخد المقام وتساويه الصفر وتحله، تمام؟ كمعادلة طبعا، معادلة عادية. طب نفترض المقام ده لا تحلل، يبقى لازم تحلل المقام وبعدين تساويه بالصفر، كل قوس يطلع تساويه بالصفر. يبقى تنتبه للأمر إن المجال بيهتم بالمقام فقط. طيب وبالنسبة للبسط، لا البسط مش ضروري أبدا، لأن المشكلة كلها في المقام. القسمة على صفر ليس لها معنى، يعني إذا كان المقام بصفر ده ليس له معنى، فبالتالي لازم نستبعد القيم التي تجعل المقام صفرا. ننتقل إلى السؤال الرابع. ما ناتج س ناقص 2 على 2 س زائد س زائد 1 على س تربيع؟ طبعا عشان أطلع الناتج هنا لازم أوحد مقامات. س ناقص 2 على 2 س زائد س زائد 1 على س تربيع. عشان اوحد مقامات لاحظ معايا هنا س تربيع ومعنى س بس، يبقى لازم اضرب هنا في س واضرب في البسط والمقام. طيب وهنا في 2 بس هنا ملاحظ في 2، يبقى لازم اضرب هنا في 2، يبقى لازم توحد المقامات في الجمع والطرح. طيب يعني نضرب س ضرب 2 س ب 2 س تربيع زائد 2 س 2 ضرب س تربيع ب 2 س تربيع. هنا هنفك الأقواس، س ضرب س بس تربيع، وس ضرب سالب 2 بسالب 2 س. هنا 2 ضرب س ب 2 س، وهنا 2 ضرب 1 ب 2. خلي بالك وانت بتفك الأقواس لازم تضرب في القوس بالكامل، يعني تضرب س ضرب س بعدين س ضرب سالب 2، وهنا 2 ضرب س وبعدين 2 ضرب 1. دلوقتي المقامات موحدة، نقدر نجمع المقام ينزل كما هو ونجمع البسط. طبعا زي ما انتوا لاحظتوا س تربيع تنزل كما هي، مفيش حد شبهها. هتلاحظ هنا سالب 2 س زائد 2 س، طبعا دي اشارات مختلفه نطرح، يبقى 2 ناقص 2 صفر، يعني هي تلغى، يتبقى ليها زائد 2، يبقى الاختيار هيكون الف س تربيع زائد 2 على 2 س تربيع. يبقى اهم شيء في الجمع والطرح ان انت توحد مقامات. السؤال اللي بعده، اي من الاطوال التاليه تمثل اطوال مثلث قائم الزاويه؟ عشان يكون المثلث ده قائم الزاويه لازم نحقق فيها نظريه فيثاغورس. طب هو عاطيني التلات اضلاع هنا، هاخد اكبر ضلع مثلا اللي هو الثمانية، هعتبر انه ده الوتر، تمام؟ يبقى 8 تربيع بتساوي المفروض 7 تربيع زائد 6 تربيع. طب هل انا فعلا بتساويها ولا لا؟ تعالوا نشوف. 8 تربيع ب 64 و7 تربيع ب 49 و6 تربيع ب 36. تعالوا نجمع 49 و 36. 9 زائد 6 15، 5 ومعانا الواحد. 1 و 4 5 و 3 80. الإجابة 85. هل هم متساويين؟ لا. ده ال 64 أصغر من ال 85. يبقى ده مش مثلث قائم. أمال المثلث إيه؟ ده مثلث حاد الزوايا. من عكس نظرية فيثاغورس، ده مثلث حاد الزوايا. فبالتالي ده ليس قائم، يبقى الإجابة الأولى دي خطأ. ننتقل إلى الإجابة الثانية. هناخد أكبر ضلع برضه 24 تربيع، وبعدين الضلعين التانيين 23 تربيع زائد 7 تربيع. هنعمل 24 تربيع بكام؟ ب 576. يبقى هنكتب هنا 576. طيب 23 تربيع بكام؟ ب 529 زائد 7 تربيع ب 49. يلا نجمع 9 زائد 9 18، 8 ومعانا الواحد، 1 و 2 3 و 4 7 وال 5 تنزل. برضه لاحظنا ان دي 576 ودي 578 اقل منها.
يبقى برضو ده حد الزوايا. ننتقل الى المثلث الثالث اللي هو ده، هناخد برضو اكبر ضلع هو 25 تربيع، وهناخد الضلعين التانيين اللي هو 24 تربيع و7 تربيع. انتهى طبعا ان انت بتاخد اكبر ضلع لوحده تمام، والضلعين الباقيين مع بعض. 25 تربيع ب 625، 24 تربيع جبناها قبل كده، 24 تربيع بكام؟ ب 576 زائد 49، 7 تربيع. يلا نجمع 6 زائد 9 15، 5 ومعانا الواحد، 1 و7 8 و4 12، 2 ومعانا الواحد، 1 و5 6. لاحظتوا؟ طلع نفس الناتج 625 بيساوي 625، يبقى ج هي المثلث القائم. أطوال أضلاع مثلث قائم الزاوية. انتقل إلى السؤال السادس في الإخطر. ما طول القطعة المتوسطة ميم هاء؟ أنتوا عارفين إن القطعة المتوسطة في المثلث القائم التي تخرج من رأس الزاوية القائمة هي نصف طول الوتر. تمام؟ نصف طول الوتر. فبالتالي الوتر يساوي هذه القطعة كم مرة؟ مرتين. يعني وضع هنا الوتر اللي هو 3 س زائد 1 يساوي 2 مضروبة في القطعة المتوسطة. ليه؟ لأن الوتر بيساوي 2 ضرب القطعة المتوسطة. يعني ضعف القطعة المتوسطة. والقطعة المتوسطة نصف الوتر، تمام. نفك الأقواس ونحلها كمعادلة، 3 س زائد 1 تساوي 2 ضرب س ب 2 س. 2 ضرب 2 ب 4. بعدين نحل المسألة. هنجيب طبعا السين عند السين، يعني 3 سين هنا هنجيب لها 2 سين بعكس الإشارة تكون سالب 2 سين، وهنا الأربعة هنجيب لها 1 بعكس الإشارة تكون سالب 1. يعني 3 سين ناقص 2 سين بكام؟ بسين. ممتاز. و4 ناقص 1 ب 3، يبقى إذا قيمة السين ب 3. هل اختار 3 ولا لا؟ لماذا؟ لأن قال لي ما طول القطعة المتوسطة، يبقى لازم أعوض عن السين ب 3 هنا. مكان السين أحط 3. يبقى 3 زائد 2 كام؟ 5. يبقى القطعة المتوسطة هنا طولها 5. طب الوتر قدها مرتين، يبقى 5 زائد 5 10. وبكده حلينا سؤال القطعة المتوسطة، وانتبه إن القطعة المتوسطة نص طول الوتر، أو الوتر يساوي 2 ضرب القطعة المتوسطة أو ضعفها. ننتقل إلى السؤال السابع. ما طول القطعه المستقيمه الواصله بين النقطتين 2 و3 و5 و7؟ طبعا عشان اجيب طول القطعه المستقيمه فلازم استخدم قانون البعد. قانون البعد هو ايه؟ جذر بنطرح السينات تربيع زائد بنطرح الصادات تربيع. يعني احنا بنطرح السينات وبعدين بنطرح الصادات ونجيب مربعهم وبعدين نجمعهم وفي الاخر نجيب الجذر. يبقى احنا نشوف السينات 2 و5، يبقى نقول 2 هنا ناقص 5، والصادات 3 و7. 3 و7 يلا 2 ناقص 5 سالب 3، سالب 3 تربيع بموجب 9. وخلي بالك ان التربيع بيعمل اشاره السالب، يعني سالب 3 تربيع بموجب 9 مش بسالب 9. تمام؟ زائد 3 ناقص 7 بسالب 4 تربيع ب 16. بعدين نجمع 9 زائد 16 25، ونجيب جذر 25 5، يبقى اذا طول القطعة المتوسطة 5. اذا كان م منتصف اهل باء، طيب تعالى نرسم رسم توضيح عشان تفهموا. ادي الف وادي باء، م في المنتصف هنا. طيب وكانت ن منتصف الف م، يعني انا عندي منتصف اخر اللي هو ن، منتصف الف م. طيب الالف احداثياتها 6 وصفر، والباء احداثياتها 2 وسالب 8. ما احداثيات النقطة ن؟ طيب عشان اجيب احداثيات النقطة ن لازم الاول اجيب احداثيات النقطة م، وم هو منتصف الباء، يبقى نطبق قانون المنتصف. ايه هو قانون المنتصف؟ هنجمع السينات ونقسم على 2، وهنجمع الصادات ونقسم على 2. طيب السينات هي 6 زائد 2، الصادات صفر زائد سالب 8. طب 6 زائد 2 كام؟ 8. قسمة 2 4. طب وصفر زائد سالب 8 بسالب 8، قسمة 2 بسالب 4. كده انا جبت احداثيات النقطة م، يعني النقطة م دي هتكون 4 وسالب 4. كده انا اقدر اقول ليه؟
لان النون هو منتصف الالف وميم، يبقى هطبق القانون مره تانيه، النون منتصف الف وميم، يبقى نجمع السينات ونقسم على الاثنين ونجمع الصادات ونقسم على الاثنين. السينات هتكون 6 زائد 4، والصادات 0 زائد سالب 4. 6 زائد 4 10 قسمة 2 فال 5، و0 زائد سالب 4 بسالب 4 قسمة 2 بسالب 2، يبقى الإجابة 5 وسالب 2. يبقى أنت ما تتسرع في الإجابة، حاول ترسم رسمة توضيحية يوضح لك أي شيء أنت مش فاهمه. ننتقل الى السؤال الثاني. طبعا انتوا عارفين ان الاسئله الاختيارات من متعدد هي 8 اسئله 8 مفردات، تمام؟ السؤال الثاني، اذا كانت س تربيع زائد ب س زائد ج بتساوي س زائد 3 ضرب س زائد 4، حيث ب وج تنتمي الى ح، افك ب وج. طيب انا ممكن افك الاقواس، يعني س تربيع زائد ب س زائد ج بتساوي افك الاقواس س ضرب س هتبقى س تربيع، بعدين س ضرب 4 هتبقى 4 س، بعدين 3 ضرب س ب 3 س، بعدين 3 ضرب 4 ب 12. بعدين نجمع المتشابه، س تربيع 4 س زائد 3 س يديني 7 س زائد 12. من هنا من المقارنة هطلع ان الباء بتساوي 7 والجيم بتساوي 12. دي طريقة. في طريقة تانية، هذه عبارة ثلاثية بسيطة، والعبارة الثلاثية البسيطة بنقول فيها ان لو جمعنا الرقمين دول 3 زائد 4 يدينا الحد الاوسط، يعني الباء هتساوي 3 زائد 4 يعني 7، وأربعة أضمار يدينا الرقم الأخير، يعني الجيم هتساوي 3 ضرب 4 بتساوي 12. ودي طريقة أخرى سريعة شوية، دي طريقة الفك، فك الأقواس، ودي طريقة ثانية. طبعا الطريقة اللي تعجبك حل بيها، تمام؟ السؤال أول اتنين، أوجد قيمة س التي تحقق المعادلة. دي طبعا زي ما أنتم شايفين مطلق س ناقص 1 تساوي 3. انتوا عارفين ان المطلق له اجابتين، لما يكون القيمه هنا موجبه له اجابتين. الاجابه الاولى ان انا بقول س ناقص 1 بتساوي 3، والاجابه الثانيه ان س ناقص 1 بتساوي سالب 3. ونبدا نحل كل واحده واحده. السالب 1 تروح الطرف الثاني بعكس الاشاره، يعني س تساوي 3 زائد 1 يعني س تساوي 4، وهنا السالب 1 يروح الطرف الثاني يبقى س بتساوي سالب 3 بعدين موجب واحد، سالب واحد تروح موجب واحد. طبعا انا شايف مختلفة نطرح تكون الاجابة سالب اتنين، يعني مجموعة الحل هتكون سالب اتنين واربعة، او قيم س هتكون سالب اتنين واربعة. طيب لاحظ ان المطلق بيساوي قيمة سالبة، هنا مجموعة الحل فاي، لانه ما ينفع ابدا ان المطلق تكون قيمته سالبة، الناتج منها سالب، لان اصلا قيمة المطلق معناها ناتجها هيكون موجب. طيب ولو كان بيساوي صفر، مفيش اجابة تانية غير اجابة واحدة بس، نقول س ناقص 3 تساوي صفر، وادي 3 الطرف التاني يبقى س تساوي 3. يبقى انا عندي 3 احتمالات ان المطلق يكون قيمته موجبة، يبقى له اجابتين، ناخد مرة موجب ومرة سالب. اذا كانت سالبة ملوش اجابات ابدا، مجموعة الحل فاضي، واذا كانت صفر له اجابة واحدة بس. السؤال الثاني بقى، اوجد ناتج ما يلي في ابسط صورة. 5 س ناقص 15 على س تكعيب ناقص 8 قسمة س ناقص 3 على س تربيع زائد 2 س زائد 4. أول شيء بنحول القسمة إلى ضرب عشان نقدر نحل بسهولة. القسمة تحول إلى ضرب، بعدين نقلب هذا. يعني بعد ما نحول القسمة إلى ضرب نقلب، يعني البسط هنا ينزل في المقام والمقام يطلع في البسط. بعدين نبدا عمليه التحليل. زي ما انتم شايفين هنا ال 5 س ناقص 15 ممكن اخد 5 عامل مشترك. 5 س لو قسمتها ل 5، ال 5 هتروح مع ال 5 يتبقى لي س ناقص 15 قسمه 5 هيكون الاجابه 3. طب انا دي ده الفرق بين مكعبين، بيتحول قوس صغير وقوس كبير.
السين تكعيب طبعا جذريه تكعيب سين ناقص التمانية جذريه تكعيب اتنين. بعدين القانون بتاعنا عشان نجيب القوس الكبير افتكروا كويس معايا، ربع غير اضرب ربع، ربع يعني ربع السين تكون سين تربيع، غير السالب تكون موجب، بعدين اضرب اتنين في سين باتنين سين، بعدين ربع الاخير اتنين في اتنين بموجب اربعة، او سالب اتنين في سالب اتنين بموجب اربعة، يبقى ربع غير اضرب ربع. دي تقدر تفك بيها العبارة اللي هي فرق بين مكعبين. لو لاحظت ان القوس ده سين تربيع زائد اتنين سين زائد اربعة هو نفس القوس ده، تمام؟ ولو حلنا اصلا محل ده مش هيتحلل، لان الاربعة هي اتنين في اتنين ومجموعهم اربعة، ودي طبعا اتنين، او اربعة في واحد ومجموعهم خمسة، ودي برضه اتنين، يعني غير قابل للتحليل. طب وانا زي ما هي سين ناقص تلاتة، هتلاحظ ان انا ممكن اختصر هذا المقدار سين تربيع زائد اتنين سين زائد اربعة مع هذا، وبرضه سين ناقص تلاتة مع هذا، يعني يتبقى لي في الاجابة ان هي خمسة على سين ناقص اتنين. أرجو أن يكون الفيديو نال إعجابكم. كده احنا خلصنا الجزء الأول من مراجعة الصف التاسع، انتظرونا إن شاء الله المرة القادمة في الجزء الثاني، وطبعا اعمل لايك للحلقة عشان تدعمها ويكون الانتشار بتاعها أكبر، واعمل مشاركة ليها برضو مع زمايلك، وإن شاء الله لو كنت أول مرة تزورنا اعمل اشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.